طب دكتورة شيرين، يعني قبل ما أسألك رأيك إيه في قصة تحريك سعر الخبز، هل الخبز يمكن أن يتحول لدعم نقدي؟ هل منظومة الخبز رأيك إن تقييمك لها إنها ممكن تتحول لدعم نقدي؟ بصي حضرتك، اي دعم عيني تقدري تحوليه لا، نقدي انا بسأل، نظري. تمام. نظريا، لكن هل انا بتكلم هنا على الحالة المصرية، اذا كنا نرى ان او اذا كانت كل النظريات بتتكلم على أهمية الدعم النقدي، هل في الحالة المصرية دعم الخبز يمكن ان يتحول لدعم نقدي؟ طيب خلينا نقول انه املنا كلنا ان ما يبقاش في دعم خالص، معناها ان ما عندناش ناس فقيرة وما عندناش ناس محتاجة وما لا، ده فيش. في اليوتوبيا بقى، بالظبط ده في كده. الايه، في الاحلام واليوتوبيا، طب احنا بما دولة انه بقى متوسطة الدخل. كويس قوي الولايات المتحدة الأمريكية، انا بس عايزة اقول انه ما فيش شبكة امان اجتماعي في الدنيا بتقتصر على برنامج وحيد، يعني تكافل وكرامة واللي انا منحازة ليه بشدة، وبرنامج مهم جدا وفعاليته وكفاءته في تخفيض الفقر من اروع ما يكون، لكن ما ينفعش شبكة أمان اجتماعي تقتصر على برنامج واحد هحاول كل حاجة فيه كم نقدي. واحد مستفيد من تكافل الكرامة؟ بيتكلموا على 5.1 مليون أسرة، منهم 500 ألف أسرة بتتولاهم أسرة التحالف يعني حوالي الوطني، 22 مليون فرد 22 مثلا، مليون فرد 22 الخمسة مليون فرد. بالظبط كده. ولكن برجع تاني، أولا احنا ما قدرناش نغطي كل الفقراء، لأن وهذا دعم نقدي. وهذا دعم هذا نقدي نموذج لدعم نقدي ناجح. بالظبط كده خلاص. فانا عندي شويه حاجات عايزه اقولها، انه اولا هو نموذج دعم نقدي ناجح، لكن هم مش بس محتاجين المسانده في كده، انا محتاجه اساندهم في حاجات تانية. الولايات المتحده الامريكيه عندها سناب اللي هو بتدي كوبونات للطعام، بتروحي للسوبر ماركت تشتري طعام، زي بالظبط فكره اللي احنا اللي وصلنا بيها لبطاقات التموين، دعم انه نقدي الواحد مفروض. تقريبا هي كانها سناب. لا، بطاقة التموين تعتبرها دعم نقدي؟ طبعا نص دعم دعم نقدي نقدي، مشروط، نص مش احنا دعم عيني؟ بنسميه، احنا دعم بنسميه نقدي محصور في شراء سلع محدده هتشتريها من تصنيفه كده، المنافس دعم نقدي بتاعك. مشروط. تصنيفه انه دعم نقدي مشروط. مشروط، بان لا هو، هو لا، يعني مش مشروط، هنلخبط في لان المشروطيه، مشروط لان ده معناه المشروطيه يخش المدرسه وكده بالظبط كده. لا هو مشروط، قصدي مشروط في يعني هو السلعه اللي هو محصور، بيستهدفها. محصور في نطاق اضيق اللي هو السلعه اللي انت هتقرريها. مشكلتنا انه الحقيقه انا بقول، انا كان عندي تصور ان احنا نحسن منظومه الخبز. الخبز. اولا لازم نفهم ان عملنا، انه في عندي في وجهة نظري من الدراسات اللي عملناها واللي ممكن ما تبقاش مطلع على آخر التطورات، لكن انت عندك جزء هادر في سلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج. اللي سمعناه من وزير التمويل، الدكتور مصلحي يعني أكد انه لا، دي كلها مميكنة وما فيهاش هدر خالص. الحقيقة كان في ورشة عمل ما فهمناش منها كده من القطاع الخاص والحكومة انه لا، لازال هناك، لانه هل السؤال اللي احنا بنقوله، هل تم تحرير اسعار القمح والدقيق بالفعل بين كل النقاط، يعني ما بين الفلاح والاستيراد لغايه ما هيروح للمطحن ومن المطحن للمخبز، فعلا ما فيش دعم من اي نوع؟ لو ما فيش دعم والاسعار حره يبقى احنا كده تمام، ما عنديش مشكله في الهدر، ما حدش عنده مصلحه. لا، هو الوزير تحدث عن هدر في استخدامات الناس. انا هنا برضو هرجع بقى واقول حاجتين. الحقيقه انا فاهمه ان يحصل الهدر ده ايام 2000 قبل 2014، على اعتبار بقول لحضرتك المواطن كان بيروح يشتري زي ما هو عايز بعدد الارغفه اللي النهارده احنا حاصرينها في 5. وفي نفس البيان المالي وتؤكدوا برضو بس ميزانيه الاسره، لا اللي بيستهلكوا الافراد 4، يعني المستفيدين من المنظومه بياخدوا 4 ارغفه للفرد في المتوسط في اليوم، يعني معناها انه بيحوش رغيف. خلي بال حضرتك لما اتعملت المنظومه قلنا ايه؟ قلنا طب يا جماعه، كان وقتها ب25 قرش الدعم، فقالوا خلاص لما توفر رغيف يا مواطن انا هدي لك 10 ساع والحكومه توفر 15 قرش، ابقى انا كسبت وانت كسبت. فال10 ساع للمواطن لما يوفرها بتروح هيروح في النقاط. للنقاط ويشتري. ال10 ساع اتحركت حضرتك؟
الاشرار ما اتحركتش لحد النهارده لغايه النهارده. وبالتالي الحكومه النهارده بتحوش، لو هي يعني الدعم لو كان 120 قرش، طب ما انت لو انا ما صرفتش الرغيف انت خدت 110 وانا 10، طب ما احنا سالنا مساعد الوزير قال لا هو هذا هو المدرك في الميزانيه.